هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع مجلس الصائمين. موضوعنا مهم، ذو شؤون وذو شجون، النظافة، وهذا العنوان لطالما يعني نتوقف عنده كمصريين. والحقيقة أنني حينما أتذكر بعض الزيارات لبلاد صغيرة بل لجزر، يعني أذكر أننا زرنا جزيرة مالطا وهي جزيرة صغيرة وليست غنية، ومع ذلك كنت تلاحظ أن السيدات الكبيرات وأن بعض الرجال بعد الفجر يستيقظون ليغسلوا شوارعهم بالماء والصابون هكذا يوميا، حتى باتت الملاحظة المباشرة تؤكد بأن هذا إجراء دوري بالنسبة لهذه البلاد الصغيرة. طبعا الجزيرة ليست جزيرة مسلمة، ويعني بما يدل على أن هذا الإجراء لم يكن مصدره من الدين الإسلامي تحديدا. وفي المقابل تجد للأسف كثيرا من المسلمين رغم أن دين الإسلام يشترط الطهارة والوضوء لكي تستطيع أن تصلي، فإنك تفاجأ بأنه أحيانا المكان المجاور للجامع ليس نظيفا، الشوارع التي يسير فيها أولئك المسلمون ليست نظيفة. المعنى أنهم يعني أحدثوا فارقا كبيرا بين يعني هذا الإجراء الإنساني وبين إجراءاتهم التعبدية، وهذا ما يجعلنا نعود فنتذكر أن هذه القيمة، قيمة النظافة، هي بالفعل قيمة إنسانية كبيرة أتت الأديان ومنها دين الإسلام ليؤكد عليها وليحذر من غيابها. لكن الذين اهتموا بأن يبحثوا عن يعني مستواها أو أحقيتها الدينية لم ينتبهوا إلى فطرتها الإنسانية التي تتطلبها وتعتبرها ضرورة حياتية فتأخروا فيها. هكذا نرى. على كل حال، موضوع النظافة كقيمة نتعرض إليه من خلال عدة محاور. المحور الأول نعرف قيمة النظافة، نحاول أن نفرق بينها وبين الطهارة التعبدية.
بعد ذلك نتعرف على إنسانية هذه القيمة والتأكيد على هذه الإنسانية وثمرة هذه الإنسانية وبيان مصادر الدين التي تؤكد على هذه الإنسانية. بعد ذلك نتعرض للمحور الأهم وهو إشكالية محاولة البعض أسلمت قيمة النظافة، يعني أن نجعلها حكرا على دين الإسلام. هذه المحاولة ترتبت عليها إشكاليات فقهية، من ضمن هذه الإشكاليات كيفية الطهارة التعبدية، أداة الطهارة التعبدية، الطهارة من الأنجاز في العبادة والطهارة من الأحداث في العبادة، وسوف نتعرف على التفريق بين هذه المصطلحات بدقة حينما يغوص فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي في هذه الألفاظ وفي هذه المصطلحات وتبيان الآراء الفقهية المتعددة فيها، ليحسم أمر الخيار عند الذي يريد أن يكون سيدا على حد تعبير دكتور سعد، فيختار بنفسه من بين الآراء استنادا إلى عقله الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في رأسه. بعد ذلك نتحرك إلى المحور الأخير والذي نعتبره الأهم، والذي هو مناط المسابقة التي نقدمها لكم والتي بإذن الله ننتظر إجاباتكم المجمعة عليها في نهاية حلقاتنا، هو الأفكار والإجراءات والإبداعات التي يبدعها الإنسان كي يترجم هذه القيمة إلى إجراءات حياتية. اسمحوا لي الآن أن أرحب بعالمنا الجليل فضيلة الأستاذ دكتور سعد الدين هلالي. دكتور سعد، أهلا ومرحبا بسيادتك معنا. بارك الله فيك وفي المشاهدين والمشاهدات، وشكرا لك على هذه المقدمة. بس ملطة لما سيادتك لاحظت فيها أمر النظافة وحاولت تعمل مقارنة بينها وبين المسلمين اللي بيتطهروا من أجل الصلاة وبيطهروا من أجل العبادة، المقارنة دي من خلال عرضنا للمسائل هيتضح إن ما كانش لها وجه، لأن في فرق كبير بين الطهارة العبادية وبين النظافة. فرق كبير بين إيه وإيه؟ بين النظافة وبين الطهارة التعبدية. الطهارة التعبدية إحنا موهومين لما بنقدم الطهارة التعبدية على إنها بديل عن النظافة. سيثبت لسيادتك ولكل المشاهدين ان مفيش نهائي اي صلة ما بين الامرين. النظافة دي قيمة انسانية فوقية، ده النظافة دي مطلوبة حتى في الطهارة، في الطهارة التعبدية مطلوب النظافة في الطهارة التعبدية. اذا النظافة حاكمة على الطهارة التعبدية وليس العكس. تمام. مين بقى الأم؟ النظافة. فلما كانت النظافة هي الأم ما نعملش مقارنة بينها وبين الفرع. أنا لم أقارن، أنا قلت تحديدا إن الذين اعتقدوا بأن أو بحثوا عن النظافة كقيمة في حجم الطهارة التعبدية أسروا أنفسهم في ذلك، ومن ثم لم يستطيعوا أن يصفروا بالنظافة كاملة، يبقى حرموا أنفسهم من الأم. بالضبط. فإحنا خلينا حلقة النهاردة هنثبت فيها إن النظافة دي قيمة إنسانية، وأي دين لازم يقر بيها. ولو لقيت نصوص ديني ولا تعاليم ديني تبعدني عن النظافة أعرف إن أنا فهمت ديني غلط، لأنه صرفني عن قيمة إنسانية غيري هيسبقني فيها. تمام. والقيمة دي من سنن الكون، اللي هي النظافة كقيمة إنسانية، فطرة سوية في الإنسان. هناخد أول عنصر وهو التعريف. تمام. النظافة بالمناسبة لم يرد هذا اللفظ في كتاب الله. النظافة. ورد صحيح. لفظ الطهارة. وورد لفظ النظافة في الأحاديث. وهنذكر بعض هذه الأحاديث. بس لأن الأحاديث ديت يمكن ما حدش عارفها أو ما تسمعش كتير، فتسمح لي أقولها مرتين. تمام. أقولها الوقتي حديث واحد كفاية. اتفضل. رواه الطبراني عن عائشة أم المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام نظيف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. ده استخدام مكثف كمان للمصطلح. رواه الطبراني عن عائشة أم المؤمنين. تمام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام إيه؟ نظيف. فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. ثلاث كلمات اتكررت لك ثلاث مرات. ولم نسمعه كثيرا، ما السر؟ حديث تاني رواه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص:
بس كمان رواه ابن عدي في الكامل عن ابن عمر بلفظ قريب. هذكر رواية ابن عدي في الكامل، قال صلى الله عليه وسلم، ده عن ابن عمر، أيوه، إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة. التانية دي بتتحذف ما لا تروى لنا في الأحاديث، دي رواية ابن عدي في الكامل. إن الله جميل يحب إيه؟ الجمال، نظيف، نظيف يحب النظافة، سخي يحب الأسخياء. شفت النظافة وردت في الحديث زي؟ لما الحديث بيقول لك الإسلام نظيف فتنظف، هيدخل الجنة. عرفت بقى إن النظافة قيمة، والإسلام بيأتي بجوار هذه القيمة ويتباهى بيها، التحق بها، التحق بها. إذن حديثنا في تعريف النظافة ما هي؟ تمام. النظافة هي التنزه من الأدناس. التنزه يعني إيه؟ الابتعاد. الابتعاد، التنزه، أترفع. شوف الترفع دي تلقائية كده، أترفع. أنا ما بكبرش عليك، ده أنا بكبر على النجاسة والوساخة. جميل، تكبر شرعي. حلوة. جميل. لما ألاقي قذارة ببقى أنف، لكن ما بقاش أنف مع إنسان. أنا نفسي المتكبرين يكبروا على مين؟ على القذورات. على القذورات. فالطهارة هي أو النظافة هي التنزه عن الأدناس. أدناس جمع دنس، والدنس اللي هو إيه؟ القذر، الوسخ. ما قلتش النجاسة. تمام. ده قذارة أو وسخ. غير النجس. النجاسة دي ده لفظ عبادي. تمام. دين بيقول لك الشيء ده نجس. يعني لو أصابك اتطهر منه، اغسل إيدك منه. الشيء ده، والشيء ده محدد. إذن النجس محدد ومحصور على سبيل العدد والبيان الدقيق، وهو ليس عكس النظيف إنما عكس الطاهر. النجاسة ممكن تكون طاهرة، ممكن تكون نظيفة، بس هي نجسة غير طاهرة. ما أنا بقول ليس عكس النظيف يعني إنما عكس الطاهر. لو جبت مثلا الخنزير نجس عند المؤمنين بهذا الدين، إن الخنزير نجس والكلب عند الجمهور نجس، لكن هو نفسه ممكن يكون طاهر، ممكن يكون نظيف، أقصد ممكن يكون نظيف، صحيح، مغسول كويس، لكن هو عند من يؤمن بتحريمه نجس. نجس. الخمر عند جمهور الفقهاء نجسة، رغم إن هي مأخوذة من عصير العنب، والعنب أصلا طاهر، والعصير العنب طاهر. تمام. وممكن يكون نظيف، ممكن يكون نظيف، بس عند المؤمنين بتحريم الخمر يرونها نجسة. إذن ما فيش علاقة ما بين الطهارة وبين النظافة. النظافة. النظافة سيادتك بتترفع وبتبتعد وتتجنب أي قذورات وأي وسخة. اسمه الوسخ أو القذر. تمام. هو ده رسالة النظافة. رسالة النظافة دي بالمناسبة مش محتاجة زمن. النظيف في كل الأزمنة بخلاف الطهارة. بقول لك لما تتطهر تتوضى عشان الصلاة. تمام. تتوضى علشان تمسك المصحف. تتوضى علشان تطوف. إذن الطهارة في العبادة معللة بإيه؟ بأمر معين. تمام. لكن النظافة 24 ساعة. اتنين، النظافة في كل مكان. لكن الطهارة هنتكلم عنها، نقول ايه؟ انها الطهارة، طهارة البدن وطهارة المكان اللي هصلي فيه. تمام. لكن مش طهارة كل مكان. صحيح. بخلاف النظافة. النظافة في ايه؟ في كل مكان. في كل مكان. اذا النظافة في كل زمان، والنظافة في كل مكان، والنظافة في كل حال. وفي كل محل، محل هو المحل. ايوه. في كل شيء تحل فيه بتسعى الى النظافة. النظافة. النظافة بتكون بأي أداة تحقق النظافة. بخلاف الطهارة. أيوة. الطهارة عشان أتوضى لازم مية أو أتيمم. صحيح. لكن النظافة ممكن تكون بالهواء، ضغط الهواء. بالبخار. بمسحوقات تانية. بالتكفيف. بأي أداة من أدوات تحقق النظافة. تحقق النظافة.
إذا النظافة ملهاش شرط ولا قيد إلا حدوثها. سيادتك حققت إن شيء ده بقى نظيف تشكر خلاص بقى نظيف. لكن الطهارة بنشترط فيها أنت هتتوضى هتغتسل يبقى لازم المي، ما كانش يبقى عندك التيمم وبنظام معين. تمام. يبقى عرفنا الوقت النظافة هي التنزه عن الأدناس والقاذورات والأوساخ، أستغفر الله يعني مع احترامنا لكل المشاهدين مع الألفاظ، لكن احنا بنتعلم. صحيح. عرفنا ان دي اسمها النظافة. الفرق بينها وبين الطهارة التعبدية، ولو ان حضرتك وضحته طبعا يعني، بس مع ذلك هقول ان الطهارة التعبدية هي طهارة تقدم لله عز وجل بنية ولا علاقة لها بالنظافة، لا ده دي فعل ما تستباح به الصلاة بحسب ما ورد من أمر ديني وأنا اعتقدته، جالي أمر ديني وأنا اعتقدته. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. تمام. أنا أمنت بالنص واعتقدته. غيري افترض عرف النص ولم يعتقد فيه، هو حر، لكن انا اعتقدته، فلما اعتقدته الزمت نفسي. مين اللي الزمني بقى؟ حضرتك الزمت. الازهر الزمني؟ لا. المرشد ولا الامير الزمني؟ لا. مين اللي الزمني؟ انا الزمت نفسي، قناعتي. تمام. ايماني الزمني، الزمني ان التزم بهذا. فانا التزمت بهذه الطهاره تعبدا، فلما اجي اصلي لازم اكون متوضي واغسل الاعضاء المذكوره، ولو كان في جنابه بغتسل حسب هذا الأمر اللي أنا اعتقدت فيه. هذه الطهارة اللي أنا أحدثتها ده ترخص لي أو تعطيني حق الدخول في الصلاة. لكن لو أنا على غير تلك الطهارة، لا وضوء ولا اغتسال من الجنابة، إذن أنا ممنوع بالدين اللي أنا دخلت فيه من أن أصلي، من أن أبدأ صلاتي أو أتلبس بالصلاة. تمام. عرفت أن الطهارة جاية من أجل الصلاة. تمام. الطهارة الشرعية، الطهارة العبادية، من أجل إيه؟ الصلاة. طب ليه أنا تجنبت لفظ الشرعية وقلت الطهارة العبادية؟ صحيح. إن لفظ الشرعية استخدم وأسيء استخدامه كتير. فأنا أردت أقول للمشاهدين والمشاهدات إن الطهارة ديت إحنا بنتعبد ربنا بيها، بنتعبدها على وجه فقهي يقنعنا. لأن زي ما هنتكلم بعدين هتلاقي الوضوء مش سهل. أنا مألف فيه كتاب من 1100 صفحة يا نهار أبيض، سميته الطهارة الصغرى. الطهارة إيه؟ الصغرى اللي هي الوضوء. أيوه. 1100 صفحة وما كملتش ده، أنا كتبت ما يمكن أن أجمعه في الطهارة. وهنثبت وهلخصها إن الوضوء إذا كان البعض شايف إن هو سهل أربع أعضاء المذكورة في الآية، لكن تحتها خلافات وتفاصيل وأعضاء أخرى مسكوت عنها كثيرا. نشكرك جسيرا على هذا التفريق الذي أوضح لكثير من المسلمين أن الاكتفاء بالطهارة العبادية لا يحقق بعض حتى أغراض الحديث الشريف. لا استنى، أنت تشكرنا وتنتقل العنصر تاني. لا مش هنتقل، ده أنا بقول للناس عشان استخلاص مهم قوي، لأن البعض من المسلمين يظن يعني يأتي على وضع غير نظيف ولكنه طاهر. أيوة. فيظن أنه كده قد أرضى الله عز وجل وأرضى إنسانيته. هذا ما أريد أن أذكره في التعليق اللي أنا عايز أقدمه في هذه المناسبة. عرفت أن ما فيش علاقة ما بين الطهارة وبين النظافة. الطهارة العبادية. أيوة. فعل ما تستباح به الصلاة. تمام. أما النظافة لا، ده إزالة درن، إزالة وسخ، ملوش علاقة بنجاسة أو غير نجاسة. أنا بزيل وسخ بس، وزيل قذر، وبزيل القذر 24 ساعة. تمام. وفي كل الأحوال، وفي كل بخلاف الطهارة فدي مطلوبة بس أثناء الصلاة الخمسة أو دخول أي صلاة مسنونة. تمام. العجيب أن البعض بيحاول يربط ما بين الطهارة الشرعية دي أو الطهارة العبادية دي وبين النظافة. علشان إيه؟ يروج للدين أن ديننا دين نظافة بدليل أن بيأمرنا بالوضوء 5 مرات في اليوم، وبيأمرنا بالاغتسال في الجنابة، وبيأمرنا بتجنب النجاسات أثناء الصلاة. نسى إن كل ده جاي للصلاة بس، مش في الأحوال العادية. طيب الرجل ما علاقته مع مراته ما يبقاش نظيف؟ فين الطهارة؟ الرجل في علاقته مع زمايله ما يبقاش نظيف؟ فين الطهارة؟ فين النظافة؟ الرجل في علاقته
مع الشارع مع الناس اللي جيران، اقول لك مع نفسه مع نفسه قاعد مع نفسه كده يشم ريحه نفسه، ولا يشيل القذر والوسخ عشان يقعد مع نفسه نظيف. تمام. اذا النظافه ام والطهاره ده عباده، ما اعملش مقارنه بينها الاثنين. لكن ليه اوصياء الدين حريصين على كده؟ عارف ممكن يقول لك ايه؟ وانت يا اخي بتتوضى يبقى شيل الدرن، لو الدرن هو التراب والوسخ اللي موجود على الوجه، ما انت بتغسل وجهك مره او ثلاث مرات. افترض ان اللي على الوجه ده لا يزال الا بدعك معين او بمسحوقات معينه، الوضوء ما بيقولكش لازم تشيله، انت بتغسل وجهك وتغسل ايدك، وممكن بعد ما يخلص انه نلاقي ضوافره لسه جواها القذر وايديه لسه فيها بعض الاشياء القذر موجود، الوضوء صحيح. فيجي يقول لك ايه؟ ما تنوي الاثنين. دي بقى قضيه من اخطر القضايا. هو يجوز التشريك في العباده؟ لو انا جيت اتوضيت بنيه انظف نفسي، فهل يا مولانا الوضوء ده صحيح ولا الوضوء ده فيه شرك بالله والعياذ بالله، لان دخلت نيه اخرى لا تخص العباده مع العباده مثلها. واحد بيصوم بنيه انه يعمل حميه رجيم معين عاوز يخس، وبيصوم جمع بين نيتين، فهل الجمع بين نيتين نيه تخصني ونيه تخص العباده يبقى العباده مقبوله ولا مرفوضه؟ هل لو انا صليت بنيه اتريض عايز اعمل رياضه معينه، فقلت لما اصلي عدد ركعات تحقق لي هذه الرياضه، انا نيتي اصلا رياضه بس قلت لما استفاد بايه؟ بالصلاه. بالصلاه. فهل الجمع بين نيتين نيه عباديه ونيه غير عباديه تصح؟ فيها رايان حتى هذه فيها ايوه فيها رايان. راي بيقول طالما ان في النيه متجانسه يعني ما فيش ضرر في شكل العباده يبقى العباده صحيحه. راي تاني بيقول لك لا، من عمل عملا اشرك فيه غيري تركته لغيري ولا ابالي. يبقى انا لا برد، انا بقول الحكم ده برد بيه على اوصياء الدين اللي يقول لك ايه؟ الطهاره بتحقق النظافه بدليل انه بتوضى فبيغسل نفسه فالدرن بيروح. يعني انت بتتوضى من اجل ازاله الدرن، دخلت في مشكله مين؟ التشريك. التشريك في العباده، وخاصه ان في حديث رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره ان سيدنا رسول الله بيقول ايه؟ ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى على درنه من شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس يغسل الله بهن الخطايا. الحديث ده بيؤخذ للتلبيس ما بين شفتم الوضوء بيحقق ايه؟ هو مقصود بيه الطهاره المعنويه، الطهاره الاخلاقيه انه ليس الطهاره. طب راجع تاني الحديث هتفاجئ بان الرسول بيقول للناس زي ما انتم بتغتسلوا 5 مرات في اليوم غسل نظافه، مش غسل عباده، غسل ايه؟ نظافه. نظافه. يبقى جعل الاصل هو مين؟ النظافه. المقيس عليه هو مين؟ النظافه. النظافه. فراح جايب لهم واللي هيصلي ال5 صلوات ربنا هيغسل بذنوبه من ال5 صلوات دول ذنوبه زي مين؟ اللي غسل بدنه كل يوم 5 مرات. يبقى الاصل المقيس عليه هو النظافه. النظافه. لكن في امر مهم لازم يذكر في المناسبه دي قبل ما ننتقل للعنصر الثاني. اللي هو ايه؟ اللي هو ان يا وصي ديني انت بتروج للدين ليه؟ الدين مش عايز ترويج له اكتر من انك تنقل نصوصه وتدي للمتلقين حق السيادة في الفهم والمنافسة في إبداع أحسن ما عندهم في الفهم وأجمل ما عندهم في التفكير. ما تبقاش أنت السقف بتاعهم، ما تخليش المتحدث هو سقف المتلقين، خلي المتلقين دول سقفهم إلى السماء عشان يحصل يعني تطور غير عادي في الفهم وحضارة إنسانية غير عادية. وهذا ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد عن أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. بعثت بإيه؟ حنيفية السمحة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. يعني إيه حنيف؟ عارف يعني إيه حنيف؟ اللي الرسول بيقول فيها بعثت بالحنيفية السمحة. قبل ما أقولها، هو مش ربنا برضو قال إن إبراهيم كان أمة؟ صحيح. كان يعني كان أمة يعني هو ثم ربنا. طيب مش ربنا برضو قال سيدنا محمد أولئك الذين هدى الله فبهداه ومقتده؟ تمام.
بل ملة إبراهيم حنيفة، يعني اتبع هذه الملة. ملة إبراهيم إيه؟ إنه يكون حنيف، مظبوط؟ تمام. حنيف يعني إيه بقى؟ يعني مستقل، يعني ما يعملش حاجة إلا إذا كان مقتنع بها، ما يعبدش ربنا بشيء إلا إذا كان قناعته بتقول له آه، مش الشيخ اللي قال له، مش الأمير اللي قال له. الأمير يقول واسمع واسأل قلبي، يقوم قلبي يقول آه ده كلام منطقي، يبقى اللي هيخليني ألتزم مين؟ قلبي ولا كلمة الشيخ؟ القلب. إمال الشيخ كان وظيفته إيه؟ فتح لي الباب بس التفكير، فتح لي باب التفكير. التفكير فتح الموضوع، فلما فتح الموضوع أنا بدأت أتلقى وأستوعب، لقيت المعنى ده هو القريب القلبي، أنفذ المعنى القريب من قلبي. فالحنيف هو المستقيم الذي يميل عن الباطل إلى الطريق الحق الذي يراه هو، مش اللي يراه شيخه. اللي انت شايفه صح بينك وبين الله هو ده الصح، التزم بالحنيف. عارف اضرب لك مثال بس تعبير معاصر، بنسمع عن لفظ واحد اسمه عصامي. طبعا. يعني عصامي رجل يعني نشأ من بجهده الخاص دون معاولة، لا قال لابوه هات ولا قال لعمه هات ولا قال لجاره هات، مسك نفسه من واحدة واحدة لما بقى رجل أعمال كبير. صح؟ تمام. نجح نفسه بنفسه علشان يوصل لمذيع ناجح، ما جابش وسطات، لا هو اشتغل والتزم وأدي مهنته صح لحد لما الناس كلها بتقول ده أفضل مذيع. ده بقى اسمه مذيع إيه؟ عصامي. مذيع عصامي. نفس الأمر، أنا عايز مسلم عصامي، أنا عايز متدين عصامي، بنفسه كده يتعلم، يشوف الدنيا كلها ماشية ازاي، أيوة، بس في الآخر لازم يكون إيه؟ عصامي. عصامي يعني ذاتي، ما ياخدش التعليمات من حد لكن ياخد المعلومات من كل حد. في فرق بين التعليمات وإيه؟ والمعلومات. إيه الفرق بين التعليمات والمعلومات؟ التعليمات ده غلط اعمله، ما تعملوش، ده صح اعمله، ده اسمها تعليمات. والجميل أما المعلومات، أنا بديك معلومة وبقول لك صواب تحتمل خطأ وإنت بتنافسني في البحث عن الصواب، فلما نافستني في البحث عن الصواب واستقليت صرت عصامي. هو ده الحنيفي. هو جميل أن حضرتك ربطت بين الاستقامة والاستقلال، وكان العادة يعني في الحنيفية هي المعنى الراسخ هو السير على خط الاستقامة، كان البعض يربط بينه وبين عدم الاستقلال، يعني يعتبر الاستقامة إملاء النسيرة في اتجاه معين. وذلك تريسنا كثيرا في قول في التعليق على كلمة الحنيفية. قل لي الطريق السليم ده اللي شايفه شيخي ولا أنا شايفه؟ لا طبعا الإنسان. أنا هضرب مثال. أتفضل. سيادتك علمتني قيادة السيارة في السواقة مثلا، بضرب على سبيل المثال. تمام. فأنت أستاذي في تعليم قيادة السيارة. خلاص؟ وبعدين سيادتك ركبت سيارة جنبي وأنا سيبت أنا بجوار لك سيارتي بقى، ما أنا اتعلمت اتدربت. أيوه. لما أنا اتعلمت واتدربت وأنت اللي علمتني السواقة، ماشي بسيارة بجواري، أمشي برؤيتي وقيادتي ولا أمشي بتعليماتك؟ لا برؤيتك وقيادتك طبعا. ما هقول لك انت استاذي. لا هو طبعا خلاص انت حضرتك في محط العمل نفسه، تقوم تقول لي انت المسؤول، انا فتحت لك المجال وانت اللي بتقود نفسك بنفسك. صحيح. نفس الامر اصحاب الخطاب الديني يجب تكون دي وظيفتهم. تمام. قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. يعني ايه يمسكون بالكتاب؟ يمكنوا الناس تقرأ، يمكنوا الناس تفهم، مش يفهموا بدل الناس. حلو جدا. مش يقروا بدل الناس. ما يا ناس ما تقروش احنا هنقروا لكم، يا ناس ما تفهموش احنا نفهم لكم. لا انا عايز صاحب الخطاب الديني يمكن الناس من الفهم. كل ناس، ايوه كل الناس. تمام. واللي مش قادر النهاردة بكرة هيقدر، ولما كلنا نتكتف بكده اقسم لك بالله ما هيمر عدة سنوات قليلة الا وتلاقي الشعب كله بقى افقه الفقهاء. تمام. احنا مش عايزين نسبة فقيها ولا ايه؟ الظاهر كده. الظاهر كده. احنا مش عايزين نسبة فقيها، عايزين نسبة امية كده على طول، واحنا نديلهم تعليمات ونفضل احنا اصحاب الخطاب الديني اللي بس ايدينا واللي ناخد وضعنا الاجتماعي واصحاب الفضية وخلاص. لا لا، احنا كده ضيعنا حق الناس في السيادة، ولازم نعود الى وظيفتنا الحقيقية وهي وظيفة التعليم، التدريس، البيان، الشرح، دي وظيفتنا. تمام. وأما الفهم من الله لازم نعتقد إن المشاهدين والتلامذة ممكن يفوق الأساتذة في الفهم ويفوق الأساتذة في التجديد،
لازم التجديد يطلع كده جماعي، ده العنصر الاول. انسانيه قيمه النظافه طبعا واضحه جدا للناس، ثمرت هذه الانسانيه ايضا. مين قال انها واضحه؟ يعني كل ده يعني النظافه سابقه على الاديان، نظافه فطره بالفطره السويه. ايوه بس عايز اثبت لك بالدليل يعني. ايوه عارف قوم لوط؟ ايوه قالوا ايه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون تريقه. اذا عارفين ان الطهاره اصلا والطهاره بالمعنى اللغوي اللي هي النظافه، ما هي الطهاره انا ما قلتلكش لفظ النظافه ورد في كتاب الله لم يرد، ولكن ورد لفظ الطهاره. بس الطهاره في كتاب الله لو فتحت اللغه العربيه هتلاقي معناها العربي النظافه. معناها عربي ايه؟ النظافه. مين اللي قصر المعنى النظيف العام ده الى طهاره معينه في وقت معين لوقت الصلاه؟ الفقهاء. الفقهاء مصطلح فقهي. اذا احنا الفقهاء اللي ايدنا لفظ الطهاره اللي هو الام بمعنى النظافه في المطلق الى النظافه المحدده اللي هي استباحه دخول الصلاه. فانا بقول بالفطره زي ما ربنا كرم الانسان ولقد كرمنا بني ادم، مقتضى التكريم انه لازم يبحث عن كرامته في كل وضع وهو النظافه. تمام. كمان الحضاره، الحضاره تراكميه بتؤدي الى النظافه. لما ادم عليه السلام زي ما ورد في الحديث اللي رواه البيهقي واصله في الصحيحين، احتضر وجه مات والملائكه جت عشان تغسله، غسلوه بالماء. غسلوه بايه؟ بالماء. سيب بقى عدد من السنوات لحد لما اجيب لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه البخاري عن ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته في حجه الوداع، يعني نزل من الناقه بتاعته فالناقه بتاعته وقصته مات دست. فالنبي قال ايه؟ اغسلوه بماء وسدر. بماء وايه؟ وسدر. طيب ايام سيدنا ادم غسلوه بميه بس، ده غسلوه بماء وايه؟ وسدر. وسدر السدر ده نبات معروف بيدخل مع الميه بيزيل الوسخ المتلاصق بالجلد اللي بيطلع زي الشحوم كده. أيوة. ما يطلعش الا بنوع من المواد الكيماويه ده السدر. تمام. وفي حديث البخاري ومسلم برضو عن ام عطيه لما بنت النبي ماتت صلى الله عليه وسلم وبعدين سيدنا النبي دخل على المغسلات وبيقول لهم وبيكلمهم بيقول لهم اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر. بماء وايه؟ وسدر برضو. علشان لو في شويه وسخ تروح يطلعه. ما هي لو غسلته بميه الحاف ميه كده كحاف كده مش هتطلع الوسخ. تمام. اللي ملتصقه. لكن لما تجيب السدر تعال بقى اقفز عدد من السنوات تلاقي من حوالي 150 سنه فاتت الناس عرفت ما يسمى في الصابون الاولي. ايوه. فكان في اسمه الاشنان، اسمه الاشنان في تعبير فقه موجود في كتب الفقه. كنا نسأل كده يعني ايه اشنان؟ يعني ايه اشنان؟ يقوم الاستاذ يقول لنا زي صابون. تمضي الايام وانا طفل صغير كده كان امهاتنا وجيراننا يغسلوا في الطشت بايه؟ بميه ومش كلور. كانوا بيجيبوا صودا. ويمكن كم ناس ماتت واستشهدت باخذ الصودا ديت. اطفال صغيرين ابرياء. الناس اتطورت والصودا تحولت الى كلور ومن كلور الى دلوقتي منظفات امنه. مش تطور حضاري انساني طبعا بيؤدي الى ايه؟ تعالى زمان لما كان البطعه تيجي على القماش كان خلاص عليك العوض. الوقت ما شاء الله يقول لك اي بطعه بتروح. اي بقعه من الزيوت ولا من اي وسخ ياتي على المسحوقات تذهبها. المسحوقات تذهب ببساطه. واصبح كمان الغسيل ما عادش بالميه بس، اصبح بالبخار وبغسالات اوتوماتيكيه ومتطوره جدا. تمام. كل ده تطور حضاري ادى الى ايه؟ بيثبت انسانيه مين؟ النظافه. النظافه. تمام. يبقى اول حاجه الدليل الفطري، فطره انسانيه سويه. تمام. تاني دليل الحضاره التراكمية. تمام. اما الثمره تفضل. ثمرة إنسانية النظافة إن يا مسلم أنت متنافس مع كل البشر في النظافة. اعمل مقارنة بينك وبين أي إنسان على وجه الأرض. النظيف الأول هو عند الله صاحب المركز الأول في النظافة. سواء كان مسلم ولا غير مسلم. صحيح. وأنت شوف مركزك كام، مالكش علاقة بإسلامك. إسلامك شيء، ده إيمان عبادة، ولكن النظافة دي سنة بشرية وصفة وقيمة إنسانية
قبل الأديان. يعني احنا سنؤاخذ ونعاقب على عدم نظافة شوارعنا؟ أولا البدن، ابدأ بالبدن. بدن الإنسان وهندامه يخرج وفي إمكانه يمشي نظيف، ويقول لك لا أنا أمشي كده عشان أبقى متواضع ولا عشان شكوى ولا ألف رقية. لازم تتمحى العبارة دي. دي سمعتها للأسف من الأمثلة الشعبية. يقول لك شكوى ولا ألف رقية، ولا ألف رقية. لما أظهر لك كده بمظهر مبتذل تقوم تقول أنا أصعب عليك وتديني حسنة وأنا يكون عندي قد كده. أو لما قابلك أقعد أشتكي لك أنا كنت طول أمس امبارح تعبان وعندي وأوجع في بطني، أقول لك ابني كان مريض، بنتي كانت مريضة، أقعد أديك شكوى عشان ما يحسدكش، عشان ما يحسدني. ولا ألف رقية أن بدل ما أعرف أنا في مرض وأروح لواحد يرقيني ولا أنا أرقي نفسي ألف مرة. فشكوى ولا ألف رقية طبعا ده يخالف وأما بنعمة ربك فحدث. تمام. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. تمام. المهم بنذكر أن الأثر الأول أن أنت يا مسلم منافس مع الكل في إظهار النظافة، والنظيف الأول هو اللي يكرم. تمام. ما لناش علاقة بيه. الأمر الثاني أن النظافة قيمة إنسانية، حيث كانت فعش وحيث لا تجدها فابتعد. اوعى تقول لي أصل الدين بيقول لي أقعد. أضرب مثال بقى في الأيام دي العشرة أيام الأواخر من رمضان، والناس اللي مصرة بأمخاخ قد كده تطبخ وتقدم الطعام في المسجد للمعتكفين في المسجد، والمسجد يبقى ريحته ايه وتعامل الناس يبقى شكلها ايه، وقال ايه بنعمل سنة، وقال ايه بنأدي شعيرة، شعيرة على حساب قيمة إنسانية. هنا بقى بقول لك انتبه، قيمتك الإنسانية فوق، حافظ على نفسك. والله لو الطعام جه بطريقة منظمة ومغلف بطريقة معينة والمكان لائق مفيش فيه، مش هيؤدي إلى قذر المكان قوي. ولا هو المسجد للطعام والشراب؟ لا طبعا، هو مش في مطاعم، هو مش في اماكن ملحقه تروح تاكل فيها. ولا نخلي المسجد طعام وشراب؟ كل ده على فكره تجنيد. يعني يتم استخدام الاعتكاف ده تجنيد. لازم اقول الحديث ده وان كان مش وارد في الموضوع. هو ده بس بمناسبه، هو لما سيدنا النبي اعتكف في العشرة ايام الاواخر فجت ستنا عائشه استاذنت انها تعمل لها معتكف فاذن لها، جت ستنا أسماء واستأذنت فأذن لها، تجحش لم تستأذن فعملت لها مخيم كمان. فسيدنا النبي بعد صلاة الفجر بيسأل إيه ده؟ بيت من ده وبيت من ده، لحد لما لقاهم الثلاثة طالعين الله الموضوع كده هيكبر كده. فقال إيه؟ قال بر أردنا ما أنا بمعتكف. مين قال مش ما أنا معتكف؟ الرسول. النبي، النبي سيد الخلق. ما أنا بمعتكف في العشرة أيام الأواخر. أيوة في الصحيحين. أيوة. وبعدين اعتكف في العشر الأول من شوال. سابهم لأن الاعتكاف ده عبادة. صحيح. مش لازم عدوى. يا سيدي أنت لقيت الدنيا زحمة ولقيت في تجنيد ولقيت في استخدام العشرة أيام الأواخر من رمضان علشان يبقى في جماعة كذا وجماعة كذا يبقى لهم وضع. للأسف يا جماعة هذا الحديث في الصحيحين ومحجوب عن أسماعنا، وأتحدى أن كثيرين بل معظمنا لم يسمعه إلا لأول مرة، وهو أمر لا يمكن أن يأتي عفويا، بل إن الذي حجبه حجبه متعمدا. يبقى الآخر ثمرة من الثمار أن أنت يا مسلم لما تلاقي نص ديني تلاقيه مخالف للنظافة لازم تتوقف عند هذا النص، تقول أنا ممتنع عن التعليق ولا أعمل به أو تأوله. وهنذكر إن شاء الله بكرة في حلقة السلوك الصحي أمثلة كتير إن شاء الله، بس أشوق الناس بحديث واحد رواه البخاري عن المسور ابن مخرمة بيقول في صلح حديبية إن كان سيدنا النبي بيوصف بقى وضع سيدنا النبي، بيقول وكان لا يتنخم نخامة إلا ويتبادرها أصحابه فتقع في كف أحدهم فيمسح بها وجهه ويمسح بها جلده. الحديث صحيح في السند لكن متنه انا اعمل ايه وانا مؤمن بحاجه اسمها نظافه. والنبي نفسه، النبي نفسه هو اللي في الصحيحين برضه في حديث اخر وجد نخامه في حائط المسجد فقام فحكها بيده الشريفه ثم قال لاصحابه ان احدكم اذا قام يصلي فانه يناجي ربه وان ربه بينه وبين قبلته فلا يبصقن قبل قبلته وليبصق تحت قدمه أو عن يساره أو يفعل هكذا. وأخذ طرف ردائه ووضع فيه النخامة ثم ضمها بعضها على بعض صلى الله عليه وسلم ويفعل هكذا.
هذا الذي فعله الرسول ليس هو النهاية تمام. وإنما البداية. ليه؟ دي كانت البداية، بس النهاردة أصبح عرفنا نظام المناديل ونظام المناديل الورقية، لكن ما يصحش إن احنا نتعبد بهذا النص ونقول إن الحديث ورد بذلك. طبعا يكفي أن أقول إن النبي نفسه اللي قام وحك النخامة من المسجد واللي قال لنا اللي يحب يتنخم يتنخم إزاي، مش معقول هو هيتنخم وبعدين يجعل أصحابه يتسابقون عليها بهذا الوضع، وبعدين نقول ديننا دين النظافة. تمام. لازم أؤمن بأن النظافة فوقية، وأن مثل هذه النصوص أتوقف عندها أو أؤولها لصالح النظافة. تمام. مش أؤولها لضد النظافة. تمام. مصادر الدين التي أكدت على هذه الآيات القرآنية الدالة على الطهارة. وثيابك فطهر ويسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وإن كنتم جنبا فطهروا. لفظ الطهارة الوارد في كل هذه النصوص تشمل الطهارة العبادية كما تشمل الطهارة بمعنى النظافة المطلقة، التخلص من زي وثيابك فطهر. تمام. هتفسرها فطهر يعني زيل بس النجاسة ولا طهر برضو إن الله جميل يحب الجمال. تمام. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، منها حديث اللي ذكرناه رواه الطبراني عن ستنا عائشة رضي الله عنها الإسلام نظيف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. حديث رواه أيضا ابن عدي في الكامل ده عن ابن عمر، وأصله موجود في سنن الترمذي عن سعد بن أبي وقاص، بس أنا خدت رواية ابن عدي لوضوح بعض المقاطع فيها، بس مقطع إن الله نظيف يحب النظافة موجود في الاثنين. إن الله جميل يحب الجمال، سخي يحب الأسخياء، نظيف يحب النظافة. تمام. النظافة من الإيمان حديث ولا جملة؟ لا جملة من عبارات بعض الفقهاء، بعض الفقهاء، لكن ليست حديثا. ليست حديثا. تمام. نتعرض الآن إلى إشكالية. أقول لك كمان حديث جمال. تفضل. حديث رواه ابن حبان عن جابر بن عبد الله بيقول زرنا النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. زرنا زي راحة إيه بقى؟ أي طبعا. ما هيش زي ما أنا بجملة كده تقوم تقول لي زرنا النبي. يتمناها كل إنسان. ده بقى زرنا النبي ده حقيقي. راح زاره يعني. فوجد عندنا، شوف بقى النبي لما راح زاره. فوجد عندنا رجلا أشعث شعر كده مش عايز ينظمه يعني، فقال له أما يجد هذا ما ينظم به شعره؟ ثم وجد رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما يجد هذا ما ينظف به ثوبه أو ما يغسل به ثوبه؟ يعني النبي لاحظ إيه؟ لاحظ ان الناس اللي ماشي بلبس فيه بقعة ولا فيه وساخة النبي مرتاحش. مرتاحش. وكان بيخطب مرة كما حكت ستنا عائشة عند بعض اصحاب السنن، فوجد اناس عليهم ثياب اسمها ثياب النمار. النمار دي من النمر. النمار انا كنت بظن انها المخرقة. لقيتها المبطعة. لقيتها ايه؟ المبطعة. لابس لبس فيه بقعة. أيوة. وساخة قزارة بسبب الشغل ده لبس المهنة. فقال وهو على المنبر أما يجد أحدكم ثوبين سوى ثوبي مهنته يصلي فيهما في جمعته؟ يعني بدل ما تيجي تصلي الجمعة بلبس الشغل، ما تخلي لبس الشغل للشغل وتخلي لبس الخروج للخروج. ده مش دعوة للنظافة. طبعا طبعا كله هذا. ننتقل بقى للعنصر المباشر. محاولة أسلمة هذه القيمة ترتب عليها إشكاليات فقهية، على رأس هذه الإشكاليات كيفية الطهارة التعبدي. سيد الفاضل، الذين يريدون الترويج أو إقحام النظافة في الطهارة التعبدية ويحاولوا يغوشوا كده، الإسلام أمر بالطهارة، وهو أترن الطهارة التي يقولونها هي الطهارة لدخول الصلاة. تمام. مظبوط. فتعالى ندرس الطهارة لدخول الصلاة أيمة على إيه؟ أيمة على وضوء أو اغتسال أو تيمم. تمام. تعال نتكلم على الاغتسال أو الوضوء. الوضوء مش عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة؟ تمام. غسل إيه؟ أعضاء محددة. والاغتسال تعميم الجسد بالماء، غسل الجسد كله. تمام. أنا بحثت وفتشت في تعريف الغسل عند الفقهاء لتحقق الطهارة الشرعية أو الطهارة العبادية. تمام. ليه التلات معاني؟ ولم يخرج كلام الفقهاء
عن ثلاث أشياء. وبالمناسبة هي دي اعتقاد كل المسلمين، ما عندناش اعتقاد غير كده، عندك وعندي. أيوة. هشوف على قد ما أنا دارس وقد ما أنت عارف لأشياء كثيرة، لكن لا تخرج قناعتك الدينية في وضوءك عن ثلاث معاني دول. المعنى الأول غسل الوجه وانت بتغسل وجهك، أو غسل الجسد في الجنابة. هل يراد به إزالة الدرن والوسخ، ولا المراد به إيصال الماء إلى العضو المغسول، أو إسالة الماء إلى العضو المغسول، أو إمرار الماء على العضو المغسول؟ ثلاث مصطلحات. تمام. لا يخرج المعنى عند كل المسلمين عنه. صحيح. جمهور الفقهاء بيقول إسالة الماء، مجرد بس من المية بسلها على إيدي وأنا بغسل إيدي وأنا بتوضى، إذا ما توضيت. تمام. أسلت المية على وجهي، إذا توضيت. والإسالة معناها المية تجري. تجري عليه. يعني ماء بشيله كده ويجري على وجهي وينزل. تمام. ده اسمه إسالة. ده مذهب جمهور الفقهاء. أما مذهب الحنفية المالكية عفوا، فله تعريف جميل جدا وهيخدمنا ويخدم المرضى اللي على السرير. أيوه. بيقولوا إيصال الماء إلى العضو المغسول. ما قالوش إسالة الماء. قالوا إيه؟ إيصاله بس. إيصاله يعني إيصاله يصل إلى هذا المكان، يعني يلمسه. لو جبت منديل أو قطعة فوطة صغيرة وبلتها مية ومررت على العضو المغسول، فالمية مرت ولم تسير، بس ما تركت الشيء، لأن المالكية بشرط التدليك. التدليك للتمكين من وصول الماء إلى كل عضو في المكان المغسول. فإذا أنت كده تحقق الغسل. الغسل يتحقق إزاي؟ سواء كان غسل كامل أو غسل وجه أو غسل الإيدين. بإيصال الماء إلى العضو المغسول. وصول الماء مطلوب منه إسالة؟ لا لا. مطلوب منه إيه؟ الوصول، يلامس العضو المغسول. يعني لو إيدك مبلولة وعملت كده خلاص، اللي هو غسيل البنات الرقيقات لما يجي يغسلهم وشهم يبلوا ماده كده كده، وصل المي. المهم المي توصل لمين؟ للعضو المغسول، للعضو المغسول كله، المقصود غسل. ما تتركش شيء. ولما تغسل ايديها ما تنزلش المي زي ما احنا بنغسل المي ايدينا كده. أيوه. لا، بتبل ايديها ميه وتوصل المي. المي ده من المي وصلت، يبقى العضو اصبح ايه؟ مغسل. متوضأ. عند مين؟ المالكية. عند المالكية. اما عند الامام ابو يوسف اللي هو تلميذ الإمام أبو حنيفة، وكمان الأوزاعي ده من كبار التابعين وكان مزامن للإمام أبو حنيفة، يبقى الأوزاعي وأبو يوسف قالوا إيه؟ قالوا المطلوب إمرار الماء. الإسالة فهمناها والإيصال فهمناها، الإمرار بقى إيه؟ قال لك مش ربنا بيقول لنا وأنزلنا من السماء ماء طهورا؟ اللي بينزل من السماء إيه؟ حاجتين أو ثلاث حاجات، مية مطر وبرد. أيوه. وتلج. صحيح. صح. التلاتة بينزلوا من السماء، بينزلوا من بينزلوا بينزلوا من السماء. المية معروفة. والبرد اللي هو الحبيبيات اللي زي الملح كده. أيوه. والتالتة هي ايه؟ التلج. التلج. ممكن يكون التلج شديد قوي، التتليج قوي. بقول لك لو خدت التلجية كده ومررتها على العضو المغسول فقد تحقق المراد. قول لي بالله عليك، ولو خدت التلجاي ومررتها على العضو المغسول تحقق المراد؟ لأن المقصود إمرار. ده تفسير مين؟ تفسير أبو يوسف، تفسير الأوزاعي. تفسير مالك قال وصول الماء، تفسير الجمهور إسالة الماء. بالتلات تفاسير اللي أنا ذكرتهم بالله عليك هيتحقق النظافة؟ لا. لو إن العضو عليه تراب وعرق والجسم فيه دهون، هيطلع؟ لا يمكن طبعا. إذن عمر النظافة ما تتحقق. ما فيش علاقة ما بين الطهارة العبادية دي وبين مين؟ والنظافة. النظافة. النظافة محتاجة إيه؟ محتاجة إنك تجيب كلور، محتاجة تجيب مطهرات، تجيب صابون، شامبوهات، محتاجة شامبوهات. أيوة. تجيب مراهم معينة. أي شيء من المصنوعات الإنسانية الحديثة اللي بتؤدي إلى تحقق النظافة بالفعل. وبعضها مش بيحقق النظافة بس، بيحقق النظافة والرائحة الكريمة كمان. صحيح. مش نظافة بس، معظمها لا. طيب ده عن كيفية الطهارة التعبدية. عرفت دلوقتي فين منها الفرق بين الطهارة وبين النظافة؟ النظافة أداة الطهارة التعبدية. جميل. أداة الطهارة التعبدية حاجتين ما فيش غيرهم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة، فأصبح عندنا الطهارة العبادية بالمية أو بالتيمم بالتراب اللي هو الصعيد الطيب. طيب. الصعيد الطيب مختلف فيه، وعند الجمهور التراب. وعند الحنفية كل ما صعد على الأرض، حتى أي شيء. يعني حتى لو كرسي قدامك، حتى جبل،
لو ما زي دابة يعني دابة حتى قدام اللي هو الخيل والبغال والحمير أي شيء كل شيء صاعد على الأرض يبقى لا يجوز أنك تضرب عليه ضربتين. أصلها نوع من العبادة ما هيش طهارة حقيقية تعبدية. ضربة كده وتمسح الوجه وضربة تانية تمسح الكفين أو تمسح اليدين على اختلاف الأقوال. تمام. المهم الطهارة الأولى النوع الأول المي. المي نصبر على المي شوية. المية هي اللي يجوز الطهارة منها. هتتفاجئ المية لازم تكون مية قحاف اللي هي المية اللي نازلة بكرية من مصادرها. مية النهر، مية البئر، مية البحر، مية العين، مية السماء اللي هي بتنزل سواء كان مطر ولا برد ولا تلج. كل ده يجوز. طب ايه رأيك في المية دي لو انا خدتها واضفت عليها من غير جنسها ما ليس منها شوية كلور، شوية مطهرات، شوية شبة، وعشان تبقى مية كده نقية من الجراثيم وصالحة للشرب. قال طالما أدخلت عليها ما ليس من جنسها وانت متعمد، يعني انت اللي تفعل هذا، الماء فقد صلاحيته في الطهورية عند كل الفقهاء إلا الحنفية. لا لا لا، دي هتبقى صادمة لمعظم الناس. اما للمذهب الحنفي اسمع بس، يعني الخزانات استنى انت البيت في البيت عندك لو قلت لابنك روح للحنفية هيفهمها ولا ما يفهمهاش؟ هيفهمها ولا ما يفهمهاش؟ هيفهمها. ايوه بس بالله عليك الحنفية اللي عندك اسمها حنفية ولا اسمها صنبور؟ طب سموها حنفية ليه؟ سموها حنفية علشان ما كانش حد بيتوضى منها الا اللي كان مذهبه حنفي، فكان المصريين باعتبارهم شافعيين بيتريقوا عليه حنفي 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 حنفي، لان كانت البلديه بتعمل حنفيه تبع البلديه في كل منطقه والناس تروح تعبي منها. فكان الرجاله اللي هم مؤمنين بالمذهب الشافعي يقولوا لستاتهم لا روحوا عبوا لنا من الترعه او عبوا لنا من النهر، ما تعبولناش من حنفيه البلديه. فالناس لما تعبت وقت وجدت الميه البلديه حلوه وجميله وطعمها جميل فبدأت تتكاثر وتاخد منها، فكان نوع من التحطيم المعنوي، انتوا رايحين تاخدوا من الحنفية، انتوا حنفيين انتوا حنفيين انتوا حنفيين. يعني فسمية الحنفية حنفية. مرة أخرى جمهور الفقهاء أيوة يرى أوضاعنا الحالية أيوة اللي هي في خزانات أو المواسير نفسها اللي بتمر اللي فيها عناصر تانية دخلت على المية. أيوة هذه المية غير صالحة للوضوء. طبعا، لأن لازم تتوضى من مية بكرية سماوية أو أرضية بكرية ما فيش فيها إضافة إنسانية. عدا الإمام أبو حنيف. عدا أبو حنيف. أبو حنيفة بيقول إيه؟ بيقول أصلا المية مستخدمة من أجل النظافة. مظبوط. تمام. بيقول كده. فإذا لو أضفت عليها من غير جنسها ما ليس منها يحقق النظافة أكتر، يبقى لا ليه؟ طب خد الأدهى والأمر. في البانيو فتحت البانيو وعبيت المية وحطيت عليه شامبوهات. عشان النظافة. أيوه. أصبحت المية كلها بالصابون والشامبوهات دي. ما فيش فقيه قال لك تنزل المية دي وتطلع يبقى انت اغتسلت من الجناب. لا، جنابتك لسه كما هي. لا ليه؟ المية دي غير صالحة لرفع الجناب. المية لا تصلح لرفع الجنابة ان تكون ماء قحاف. يعني ده لا يعتبر استحمام. ابو حنيفة بس الوحيد اللي قال يجوز. يجوز. النهاردة الناس على مستوى الارض اخذ بمذهب مين؟ ابو حنيف. خلي المشايخ بقى يروجوا من المذاهب التانية، خليهم يقولوا من هنا بكرة حتى هيسمع كلامهم. لا طبعا، على اي شيء استندوا؟ اللي هو ايه اللي هم قالوا حرموا؟ قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. بس وقال صلى الله عليه وسلم هو على البحر هو الطهور ماء وحلو ميتته. فقال لك انت تلتزم بما ورد وازاي تغير ما ورد وتدخل صناعه الانسان في الميه. يبقى ماء مستعمل. ما دام ماء مستعمل يبقى لا يجوز طهاره منه. هذا تفكير الفقهاء. قول لي بالله عليك لما انا ذكرت لك كلام جمهور الفقهاء كده دلوقتي اخذنا بقول الجمهور ولا اخذنا بقول ابو حنيفه؟ بقول ابي حنيفه. اخذنا بقول ابو حنيفه واحنا راسنا فوق ولا مكسوفين؟ هذا قول شاذ. انا بقوله للمشاهدين قول شاذ بالنسبه لباقي الفقهاء. لان فقيه خالف كل الفقهاء وكل الفقهاء قولهم شاذ بالنسبه لواقع عصرنا. شفت بقى؟ ده بس بتديه لا ما تخوفنيش من كلمه الجمهور. طبعا. هتخوفني من كلمة طبعا. الجمهور ولا تقول لي خليك في الأمان مع الجمهور؟ لا، خليك في الأمان مع قناعة قلبك. صحيح. خليك في الأمان مع إحساسك بذاتك وإن كلام منطقي. لا، ده غير منطقي. هو ده اللي يجب أن يكون. ما تقوليش أنا مع الشيخ فلاني، الشيخ فلاني ده أمان. لا، ما فيش حد أمان. صحيح. قلبك هو الأمان. الطهارة من الأجناس في العبادة، من الأجناس اللي هي النجاسات. إيه رأيك إن النجاسات دي
كيف نعرف ان شيء نجس وشيء غير نجس الا من نص؟ الاصل ان الانسان لو ما كانش عنده، لو ما كانش مرتبط بدين، مش كان هيعتبر كل شيء بالنسبه له طاهر الا للشيء اللي هو يحكم بنجاسته. صحيح. يعني هضرب مثال، عفونه عفونه قذاره كده يعني حاجه عفنت، تمام، وفي جبنه اسمها كده على فكره، نوع من انواع الجبنه. ايوه. طيب لما تجيب النوع ده ديت طاهره ولا نجسه؟ انت ممكن تقول لي انا بستقذره، ممكن تقول لي كده. صحيح. يبقى ده استقذار شخصي. لكن لما اقول لك ورد في النصوص الدينيه، او انا بنسب هذا الحكم للدين وان بيعتبر ده نجس، تقوم تقول لي لازم تجيب لي دليل. انت ما بتتكلمش عن الدين، انت مش متحدث عن الدين. أيوة. عايز تقول الدين بيقول ده نجس، هات لي نص. اذا لا تنجيس الا بايه؟ بنص. بنص، لا تنجيس بحكم الدين. أيوة. الا بنص في الدين. تمام. لكن عايز تنجس شيء بحكم العرف وتقول لي ده نجس وده طاهر، انت حر. لكن هتنسب للدين، جيب نص. يبقى لازم تجيب نص. تمام. جبت نص واقنعتني، انا هلتزم. جبت نص وانا ما اقتنعتش، خدت النص لو زراعه، يبقى انا انفذ اللي في عقلي ولا انفذ اللي انت تلزمني بيه؟ اللي في العقل. سيد الفاضل، في الفقهاء قالوا على النصوص او الاشياء اللي هي نجسة في حكم الدين، منها المائع ومنها الجامد. نبدأ بالجامد، اتنين بس والباقي محل خلاف. الخنزير والكلب ده من الأحياء، وأما الأموات كل ميت نجس. بس الكلام ده كله محتاج دليل. أيوه. إيه الدليل على إن الميت نجس؟ ربنا قال حرمت عليكم ميتة. طب والمحرم نجس؟ طب ما هي الخمرة محرمة، هي نجسة؟ فيها قولان. أيوه. الجمهور بيقول نجسة لكن ربيع الرأي اللي هو شيخ مالك والإمام الليث وعدد كبير من الفقهاء قالوا لا، ده مش نجسة، هي حرام بس مش نجسة. ايه الفرق بين النجسة والحرام؟ ان لو الخمرة وقعت على ثيابي ما نجستهاش. انا ما شربتهاش. أيوة. لكن لو انا شربتها يبقى خلاص شربت نجس، انا ارتكبت ذنب وكبيرة. تمام. ففي فرق بين النجاسة وبين الحرام. تمام. لكن جمهور الفقهاء ربط ما بين الحرام والنجاسة. قال لك مدام هو محرم يبقى نجس، فانه رجس او فسقا وهلا لغير الله به على لحم الخنزير او على الخنزير، يبقى ربنا قال رجس يعني نجس. طب ما يمكن نجاسه دينيه، يعني نجاسه للي ياكله مش نجاسه بدنيه. ولهذا اختلف الفقهاء في نجاسه الخنزير وهو حي. القول عند المالكيه وعند بعض الحنفيه لا، ده طاهر طالما حي. لكن جمهور الفقهاء بيقول نجس وهو حي. تعالى الكلب، الامام مالك في اشهر قوله بيقول طاهر، الجمهور الفقهاء بيقول نجس وهو حي. أيوة. لكن لو مات صار الميتة نجسة بحكم انها نجسة لانها محرمة. طيب هل الادمي نجس لو مات؟ الجمهور بيقول لا، الادمي طاهر لان ربنا كرمه. المذهب الحنفي بيقول لا، نجس بدليل ان احنا بنغسله، ما بنغسله قبل ما نصلي لحد لما يتم تغسيله. أيوة. اذا فيها وجهات نظر ولا لا؟ صحيح. اترك بقى الجامدات دي وننتقل الى المائع. اجمعوا على شيء واحد بس، وهو البول والعذره من الانسان، ده نجس. باتفاق. ليه؟ قال في نص التنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه. والحديث الاخر اللي في البخاري ومسلم ان سيدنا النبي مر على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله. قالوا اذا البول نجس، ده بول الادمي. اما بول وروث غير الادمي في ثلاث اقوال فقهيه هنقولها دلوقتي وبكره ان شاء الله هنفصلها اكتر ان شاء الله، بس مش هنحاول في حلقه السلوك الصحي بقى. اي ان شاء الله ان شاء الله. الجمهور الفقهاء بيقول كل بول نجس اذا كان بول الادمي نجس. يبقى بول غير الادمي اولى. اظن مش محتاجه دليل. صحيح. القول الثاني بيقول لا، لو كان الحيوان مأكول اللحم يبقى بوله طاهر، ولو كان غير مأكول اللحم يبقى بوله نجس. ده قول المالكية وبعض والمشروع عند الحنبلة وبعض الشافعية. القول الثالث قال به داود الظاهري، قال لا، أنا ما عنديش نص في القرآن أو في السنة يقول حاجة نجسة إلا إيه؟ بول الأدمي اللي في السنة للأحاديث. فيبقى الباقي، يبقى الثاني طاهر، يبقى الباقي ما فيش في نص، يبقى طاهر. ادي وجهات نظر.
صحيح. تعالى شوف من ضمن نجاسات المزي والمني، والمزي والمني. المزي والودي ده غير المني. أيوه. عند جمهور فقهاء نجس، قالوا لان سيدنا النبي قال لسيدنا علي بن ابي طالب لما سال وبعث المقداد يسال عن ان رجل مزاء فماذا يصنع، فقال اغسل ذكرك ثم توضا. قال كونه يغسل يبقى معناه انه نجس. وفي بعض الروايات بتقول لا، ده امره ان يتوضا، فاخذ بها الاماميه وقالوا دول مش نجس. اما المني برضه فيه قولين. قول لجمهور الفقهاء بيقول نجس. ليه؟ قال عشان مخرجه نجس. والشافعيه والحنابلة قالوا لا، ده طاهر. لانه ده اصل خلق الانسان. ازاي اصل خلق الانسان يبقى نجس؟ تمام. يبقى طاهر. بقي الطهارة من الاحداث. ده موضوعها طويل. معلش يعني مختصر. معنى حدث كوني ما لم يكن. كون ايه؟ ما لم يكن. ما لم يكن. شيء طرأ عليه. شيء ما كانش موجود وحصل. تمام. اسمه حدث. عشان يقول ايه؟ احداث اليوم. احداث 24 ساعة. تمام. يعني ايه؟ اي وقائع 24 ساعة. التي طرأت على الناس. تعريف الحدث. اما تعريف الحدث عند الفقهاء فعل ما تستباح به الصلاة، أو أمر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، حالة تحدث بالبدن تمنع من دخول الصلاة إلا إذا فعلت شيء معين. إيه الحالة دي؟ وإيه الشيء؟ انتقاد وضوئي. يبقى ده حدث يحتاج للوضوء عشان أصلي. تمام. حدوث حالة توجب علي الاغتسال اللي هي الجنابة وأمثالها، يبقى دي اسمها حالة، دي اسمه حدث. أيوه. يوجب علي اغتسال حتى أدخل الصلاة، ولا أدخل الصلاة إلا بعد رفع هذه الحالة. تمام. إذن هي حالة بالبدن. هذه الحالة نوعين، هم تلات أنواع بس أنا هقسمهم اتنين بس عشان الجمهور ما يعني ما يتهش مننا. حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر مطلوب منه الوضوء بس، والحدث الأكبر مطلوب له الاغتسال. اللي يأتي أو يصاب بما يستوجب الحدث الأكبر هو الجنب، والمرأة الحائض إذا انتهى حيضها، والمرأة النفساء إذا انتهى نفسها. قبل ما تصلي يبقى لازم تغتسل، والجنب قبل ما يصلي لازم يغتسل. ده اسمه، عشان كده بنسميه حدث إيه؟ أكبر. ليه؟ بيوجب الاغتسال. الاغتسال بالثلاث معاني اللي احنا ذكرناها، إسالة الماء أو إيصال الماء أو إمرار الماء. أما الحدث الآخر فهو حدث أصغر. حدث أصغر اللي هو إيه؟ اللي هو حالة عدم الوضوء. مين هو اللي مش متوضي؟ مين هو اللي مش متوضي؟ اللي هو خرج منه شيء من السبيلين، أو ده باتفاق. ده بس الشيء الوحيد اللي باتفاق. باقي اللي هتسمعه ده على خير. قولان 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 قولان. اللي لمس امرأة عفوا، اللي لمس فرجه، اللي نام، اللي أصوب بغيبوبة، اللي اتكلم كلمة قبيحة، صدق برضو يبقى خرج من الوضوء على مذهب الظاهرية. بيقول لك بقى انت توجب عليه الوضوء لو خرج منه البول، وما تخرجش توجبش عليه الوضوء اذا قال كلمة وحشة. ده الكلمة الوحشة اقبح من تمام وجهة نظر. كمان من ضمن نواقض الوضوء أكل لحم الجمل. الموضوع ده يحتاج تفصيل. أيوة حاضر. لا في مجلس الفقه إن شاء الله. هو لم يتبقى وقت. أكل لحم الجمل عند الحنابلة. تمام. وكمان إيه؟ عشان أخوف بقى مشاهدين بقى اللي يحب. أنا هقولها علشان أخلي كل واحد شايف واحد سلم غيظه ممكن يقول له أنت مش متوضي دي. إيه هو بقى؟ أكل ما مسته النار، أو شرب ما مسته النار. الشاي مسته النار ولا لا؟ القهوه. الاكل اللي هو الاكل والشرب العادي اللي هو المسخن الطبيعي، الطبيخ المتسخن ده، بس ما مسيتهوش بطريقه مباشره. لا، مسته النار بطريقه مباشره او غير مباشره. او غير مباشره. ايوه. ده بقى اكله او شربه يفسد الوضوء عند مين؟ عند 7-8 من كبار الصحابه، منهم انس بن مالك، ومنهم ابو هريره. تمام. وعدد كبير من الصحابه الذين قالوا بان الاكل ما مسته النار، واستندوا الحديث على فكره، استندوا الحديث. انا بقول دي ليه؟ علشان لما تلاقي واحد سلفي يعني متشدد قولوا له انت شربت شاي، روح جدد وضوءك. تمام. نشكر سيادتك، شكرا جزيلا. لا لسه عندنا الاجراءات. والله لم يتبقى. لا اسف وقت. اسف والله. طب في 10 ثواني ارجع سيدي الفاضل. انت عندك جمع القمامه. اقول لك البرفانات، المخرج هيفرح لان هو اللي قال لي الحته دي. قال لي توزيع معطرات الجو.
ده مش من ضمن النظافة. صحيح. أقول لك أنا في روح حرم السنة اللي فاتت ديت وجدت عندهم عادة جديدة بقالهم سنة أو سنتين بيعملوا ورق مناديل عفوا بلاستيكات عشان تحط فيها الحذاء وانت داخل الحرم. تمام. ده تسابيل. ده أليس هذا من ضمن كل دي طبعا من الأشياء التي وسائل كثيرة جدا يتحقق بها إيه؟ يتحقق بها النظافة. ونتمنى أيضا أن يكون هناك وسائل تشريعية لأنه يبدو أن النظافة في بلادنا تحتاج إلى قوانين صارمة حتى تتحقق. نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، شكرا جزيلا على هذه الإسهامات المضيئة وعلى هذا الإبحار في عالم الفقه وعلى هذا الحرص في أن ينقل هذا البحر برمته إلى عقول السادة المشاهدين. نشكركم أيضا على أمل اللقاء بكم في الغد بإذن الله وحلقة جديدة من مجلس الصائمين. هذا البرنامج برعاية